هو احنا ليه بنرتب البيت لما يجي لنا ضيوف او نقرب على موسم معين، رمضان او العيد او يكون عندنا عزومة؟ ليه بنركز قوي قوي وننضف بضمير وذمة؟ السلام عليكم ورحمة الله، اهلا بيكم، وده فيديو جديد. انا عفاف ودي قناتي، يا رب تكونوا كلكم بألف خير. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا في تنظيف البيت، ما ينفعش ان احنا نغفل عنها خالص وننظف البيت كله ونسيبه للاخر وبعدين نرجع نقول والله احنا تعبنا وما قدرناش ننظف الحمام او كروتناه في التنظيف، لانك دايما بتسيبيه لاخر اليوم. علشان كده بحب دايما احط الحمام في بداية اليوم خالص علشان يبقى خلاص خلصنا منه واي حاجة تحصل على فجأة يبقى مستعدين. هو احنا ليه بنرتب البيت لما يجي لنا ضيوف او نقرب على موسم معين، مثلا رمضان او يخش علينا دخلة العيد ولا عندنا عزومة، تلاقينا كده عمالين ننظف بقى ايه بضمير شوية. خلينا نقول ان هو اهم جزء في البيت بصراحة حمام ومطبخ. انا عايزة اقول يعني الحاجات اللي لو فلتت منك فعلا ما بتعرفيش ترجعيها تاني زي الاول. في بيوت كتير جدا بيحصل فيها يعني زي حالة طوارئ كده، لو في ضيف استأذن عشان يدخل الحمام تلاقي اللي عمال يجري يمين واللي عمال يجري شمال، عشان احنا ما عندناش اسلوب ثابت في حياتنا وبنعمله دايما او بننفذه دايما، فما يكونش عندنا مشكلة في اي وقت. عاوزاك النهاردة بعد ما تسمعي الفيديو تدخلي الحمام بتاعك وتبصي عليه كده وتقولي هو ممكن حد غريب يدخل دلوقتي حمام عادي، وانتي مش هتكوني محرجة خالص من عدم النظافة او من الحاجات اللي انتي حطاها في الحمام وركناها، ولا الشماعة اللي متعلقة ورا باب الحمام وعليها هدوم كتير قد كده، ولا الحاجات اللي انتي مش لاقيه لها مكان اصلا في البيت فركناها في الحمام في اي حتة. عايزاكي تدخلي الحمام وتسألي نفسك السؤالين دول. بعد ما تسألي نفسك كده يبقى يلا بينا هنبدأ من اول النهاردة. برنامج يومي للحمام، كل طنطي في الحمام لازم يكون زي الفل. وبلاش بقى، عايزه اقول لك بلاش تربطي النظافه بالفخامه، يعني انا عشان حمامي يبقى نظيف لازم يكون التويليت والبانيو والحوض من الماركات غاليه جدا او حاجات نوعها كويس قوي، مش حاجات عاديه ولا سكند ولا حاجه، لا خالص. اي حاجه موجوده عندك على حالها ممكن تبقى زي الفل وتخليها يعني تبقي اكنك قاعده في جنه، عايشه في جنه فعلا مهما كان حالها. اهم حاجه النظافه، يعني النظافه ملهاش دعوه بالفخامه خالص. جميل، يبقى احنا هندخل الحمام بتاعنا هنسال نفسنا السؤالين دول. هل ينفع حد غريب يدخل الحمام دلوقتي على فجاه ومش هتكوني محرجه ولا اي حاجه؟ تاني سؤال، ايه هي الحاجات اللي انت حطاها زياده في الحمام وملهاش اي 60 لازمه ولازم نشيلها؟ طيب هتخرجي كل حاجه بره الحمام، اي حاجه بقى، حاجات بلاستيك انت حطاها، حاطه جردل فيه ميه، خرجي كل ده، فضي ارضيه الحمام خالص. ازايز الشامبو اللي مليانه ميه، ازايز الشامبو الفاضيه، يا ريت الحاجات اللي هنشيلها عشان ننظف الحمام ما نرجعهاش تاني بقى، ما يبقيش مع كانك ما عملتيش حاجه. يعني بلاش الشماعه اللي ورا الباب اللي بنعلق عليها الهدوم دي، منظر مش حلو خالص. حتى المنظر ده مش حلو للغرب بس، لا هو للناس حتى اللي عايشين في البيت، المنظر مش لطيف خالص، لان كل حد في ايده حاجه مش عارف يوديها فين هيعلقها ورا باب الحمام، خدي بالك. فما تعمل لهمش مكان يكون بيئه صالحه يعني ان هم يكركبوا فيه الدنيا او يحطوا عليه هدوم كتير ملهاش لازمه، او فوطه على بشكير على بورنوس على هدوم الولاد خلعوها ولا اي حاجه، هتلاقيه الدنيا كلها عندك بقت هدوم كتير في الحمام وانت اصلا مش عارفه ده نظيف ولا مش نظيف ولا ايه، تعملي ايه بالظبط. فبلاش خالص موضوع الشماعة اللي ورا باب الحمام. هنحط باسكت شكله حلو علشان نحط فيه الهدوم اللي مش نظيفة ونجمع فيه، ولكن تاخدي بالك ان الباسكت ده يكون مكانه مش ظاهر لحد غريب يشوفه خالص، يعني مينفعش تقريبا تحطيه في الحمام، علشان يعني الباسكت ده بيكون فيه هدوم، سواء كانت بقى هدوم بيت هدوم خروج انت، سواء اي هدوم يعني ما ينفعش خالص ان انت تحطيه في الحمام، فاي حد ممكن يدخل الحمام ان هو يشوف الحاجه ديت اللي في الباسكت ايه اللي موجود يعني، فما ينفعش. فحطي الباسكت في مكان مش واضح لناس غريبه. كمان في حاجه مهمه جدا جدا، الفوط بتاعت الحمام اللي بنستخدمها في التنشيف يعني
لازم يكون كل حد ليه فوطة. الموضوع ده مهم جدا، لان ما ينفعش اصلا ان كل افراد البيت او كل الاشخاص الموجودين في البيت ينشفوا بفوطة واحدة بس، وتبقى مبلولة وتبقى ريحتها مكمكمة وتحطيها تنشف وتستخدميها تاني. الكلام ده صعب خالص، مفيش حاجة اسمها كده. كل حد يبقى ليه فوطة خاصة بيه وتتغير يوميا، واوقات انا بغيرها مرتين في اليوم، لان بعد الشاور ممكن تتبل، فما ينفعش انها تنشف وتستخدميها تاني علشان هتبقى ريحتها مكمكمة. برضو الليفة بتاعت الشاور لازم كل حد يبقى ليه ليفة خاصة بيه، شخصية استخدام شخصي يعني، ونعلقها بشكل كويس في الحمام علشان نسمح بتهويتها، علشان ما يبقاش فيها بكتيريا، ولازم كل فترة برضو تتغير. عايزة اقول على حاجة مهمة، الليفة بتاعت الشاور اللي بنستخدمها في الشاور دي ما ينفعش خالص ان انت تسيبيها فيها صابون ومبلولة في الحمام وتخرجي من الحمام وتسيبيها فترة كده مبلولة، او انك ما تعلقيهاش وتسيبيها مبلوله برضو وما تعصريهاش وتغسليها كويس بعد الشاور وتعلقيها. لازم الليفه بتاعت الشاور تتعلق علشان تنشف كويس وتخرج اي ميه فيها، علشان ما تعملش ريحه كمكمه وبرضو تبقى ريحتها مش ظريفه وتجمع بكتيريا كده ويبقى الموضوع انت مش عارفه ايه سببه. فخدي بالك النهارده من ان ما يكونش في حاجات زياده في الحمام انت مش محتاجاها او ركناها، خرجي كل الحاجات دي بره. رقم 2، الفوطة ما ينفعش ان احنا نستخدمها كلنا او اي حد في البيت يستخدم فوطة واحدة، نخلي كل حد ليه فوطة ونغيرها يوميا او كل كمان ما تتبل علشان ما تنشفش ونرجع نستخدمها تاني. الليفة اللي بنستخدمها في الشاور لازم يكون كل حد ليه ليفة خاصة بيه، وتتعلق وتتغسل كويس جدا جدا من الصابون واي حاجة موجودة فيها بعد الشاور، وتتعصر كويس قوي وتتعلق علشان تنشف وتسقط وتخرج اي مية موجودة فيها. النهارده كلامنا كان عن الحمام، بنحط كده خطوط عريضه وحاجات تركزي عليها في تنظيف الحمام علشان ما يحصلش اللي بيحصل لاي بيت لما بيجيله ضيوف. طبعا كلنا عارفين الحاجات بتاعت البيوت المصريه دي، اللي هو حد في ضيف جه تلاقي اللي عمال يجري يمين وشمال ويشيل ويحط، مش عايزين الكلام ده خالص، عايزين نبقى طبيعيين جدا، واي حد يجينا على فجاه نبقى جاهزين. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم وشجعكم. عايزه اقول لك النهارده حطي في خطتك الحمام كويس قوي، ان الحمام النهارده لازم يكون نظيفه زي الفل. هتعملي البرنامج ده يوميا لمده اسبوع، هتلاقي بعد كده الحمام بتاعك بان عليه نظافه وبقى ابن ناس كده وحد محترم. يا رب يكون الفيديو ده عجبكم. حطي لايك للفيديو ده لو عجبك، ولو اول مره تشوفي القناه انزلي تحت الفيديو اضغطي على كلمه اشتراك باللون الاحمر، فعلي كمان علامه الجرس اللي هيظهر جنبها على الكل علشان يوصلك اشعار على الموبايل بكل فيديو جديد. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله.